السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. شكرا بزاف على تعاليقكم الزوينه، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم عندنا قصه واعره، فعلا قصه زوينه تستحق انكم تسمعوها حتى الاخر، وكنتمنى تفاعلوا معها في التعاليق. نبداو على بركة الله. صون المنبه كيعلن على يوم جديد، يوم كئيب بحال كاع الايام اللي دازو. فاتت دابا عامين وانا ما بغيتش ننسى هذاك النهار، عمري تمحى ليا من بالي. اول حاجه كنتفكرها كل صباح، كيفاش نقدر ننسى وانا تعرضت للغدر والخيانه ومن اقرب الناس ليا؟ خليت دموعي ينزلوا، ما حاولتش نحبسهم، حتى دخلت عليا ماما تفيقني. قالت فيقي يا بنتي، راها تسعود. ماما عافاكي، خليني نزيد غير حتى العشرة. قالت واش بغيتي يفوت عليك الوقت؟ يا قلتي المقابلة مع الحداش. قلت ليها ماما الله يهديك، هدرنا البارح وقلنا ما غنمشيش حيت اصلا ما غيقبلونيش. ماما كتحيد عليا في المنطقة وكتقول وغير جربي، ما غدا تخسري والو. قلت ليها ما فيا اللي يضرب الطريق على والو، خليني عليك. وهي تقول الله يرضي عليك يا بنتي، سيري ما تعرفي ربي ييسر. تعصبت ونط جلست وقلت ليها سمعيني مزيانة ماما، كنقول لك حنا 200 واحد اللي دافعين سيفي، وهما طالبين غير بوست واحد وشارطين الخبرة ديال عامين من الفوق. قالت لي ماما وهي جراني من ايدي غتمشي يعني غتمشي. اوف، قلت واخا صافي هاني نايضة. وهي تقول ماما يلا وجدي راسك في ساعة بما وجدت لك الفطور، وخاصك مازال تجيبي الدواء لبابا قبل ما تمشي. قلت ايوا ها شنو ما كيعجبنيش، علاش ما قلتيهاش البارح؟ قالت نسيتها بنتي، يلا في ساعة تلقي راسك. قلت ليها واخا، مشات وسدات الباب وراها، وانا دخلت للطواليت وغسلت وجهي وتوضيت وصليت، ووقفت حدا البلاكار كنخمم ما نلبس. نعرفكم بعدا براسي، انا فيدا 23 سنة، عندي حقي من الزين، عندي ماستر في تسيير المقاولات خديته العام الفايت، ومازال كنقلب على خدمة. ما خليت فين مشيت، كل شي كيطلب الخبرة ولا المعرفة، والمشكل محتاجة للخدمة بزاف باش نعاون والديا، خصوصا بابا اللي مريض طايح في الفراش وعايش غير بالدوايات. احنا كنا عايشين بخير، انا واختي التوأم مع ماما وبابا اللي كان موظف في البلدية، احتال داك النهار اللي غير حياتنا، النهار اللي عمره غيتنسى ليا. اختي صفاء هربت من الدار مع خطيبي، من داك النهار الفرحة غابت من دارنا. بابا ناعس في الفراش وما بقاش قادر يخدم، وماما عاطيها غير اللبكة، وانا ربي اللي عالم بيا. بقيت مدة طويلة وانا واقفة كنخمم ما نلبس، قلبت داك البلاكار سفاه على علاه، ما بانت ليا غير في واحد لبسة قديمة كنت شريتها دوزت بها حفل التخرج من لافاك. قديت ماكياج خفيف وجمعت شعري على شكل داي الحصان. تقابلت مع المرايا، عجبتني النتيجة، اللبسة جاتني لاصقة وأنيقة تليق بهاد المناسبة، وكل شي هو هذاك. رغما عني تفكرت سفيان خطيبي السابق، كان كيحماق على هاد اللبسة، اصلا كان كيحماق على شي حاجه سميتها فيدا. حبنا كان اسطوري كيتضرب به المثال، انا لحد الان مازال ما قادراش نصدق انه غدر بيا ومعامن مع اختي، مازال كنحلم ونتسناه يرجع ليا. فينك يا سفيان؟ علاش مشيتي وخليتيني؟ واش طاوعك قلبك؟ عامين ما سولتيش فيا. انا مسامحك غير بان عندي، عارفه باللي صفاء هي اللي غراتك،
عمرو عينيا بالدموع وحبستهم في ساعة، ما باغاش نخسر المكياج. سمعت ماما كتعيط ليا وعرفت راسي معطلة، وخرجت عندها كنطير حتى كنت غدا نطيح على وجهي. لقيتهم بداو كيفطروا هي وبابا. صبحت على بابا بستو في راسو وجلسنا كنفطروا في جو حزين وصامت بحال ديما من نهار مشات اختي وحنا هكا. ساليت فطوري ومشيت جبت الدواء من فارماسيا، مديته لماما من الباب وشديت تاكسي باش توصلني للشركة فين غندوز المقابلة. طريق كلها وأنا كنضحك على راسي والله تنتي مسطية فيدا كتحلمي بزاف، بغيتي تخدمي في منصب بحال هذا وفي واحدة من أكبر الشركات في البلاد، شركة هولسيم الإسمنت. كانوا طالبين مستشارة للمدير التنفيذي، الواحد الفرع جديد غادي تحل في مدينة أخرى. واخا أنا الدبلوم ديالي مشرف، خصوصا أني طلعت الأولى على دفعتي وكنتقن اللغة الإسبانية والإنجليزية، ولكن الخبرة ديال عامين منين غنجيبها؟ أوف ماما كل شي منك، كل راني باقا ناعسة ومبرعة مع راسي. معليش معليش، كيف ما كيقولوا اللي ما شريت نزه. نمشي حتى انا نشوف هاد الشركة كيفاش دايرة. ما حسيت الا مول التاكسي كيقول لي وصلنا. خلصت ونزلت في ساعة، وقفت مقابلة مع عمارة ضخمة وفخمة، وبديت كنقرب خطوات متثاقلة ومتردة حتى وصلت للباب الرئيسي. اتلفت ما عرفت ما ندير، كيبانوا لي الناس داخلين خارجين، واستجمعت قوتي ومشيت سولت السكيورتي. قال لي المقابلة غدا تكون في الطابق العاشر، وراني بلاصة المصعد. طلعت في المصعد مع مجموعة من الشباب، باين حتى هما جاو يدوزوا المقابلة. وصلنا للطابق المعلوم ودخلنا لقاعة الانتظار. لقيت راسي وسط عدد كبير من الشباب والشابات، كلهم لابسين مزيان، الشباب دايرين الكوستيمات والبنات وحدات نسيك في الاخرى. حسيت براسي لا علاقة، زعما يا حسرة راه لبست احسن ما عندي. كانوا كلهم واقفين كيتناقشوا وكيقفقفوا. سولت واحد البنت لقيتها حدايا، واش بداو؟ قالت لي مازال. جلست على الكرسي حاطة رجل على رجل ومباردة مع راسي، كنشوف في الوجوه اللي حدايا وكنضحك، كل شي مخلوع وكيرجف. والمشكل كنسمعهم كيهضروا، هاللي عنده خبرة 4 سنين، هاللي عنده دبلوم واعر، هاللي جاي من طرف فلان. مديتهاش في هاد الشي وما تأثرتش بيهم. اصلا انا ما معولاش ننجح في هاد المقابلة، ما نجحت حتى في البنكة، بقات لي غير هادي. وفيقني واحد الصوت كينادي بنبرة مرتفعة على اول اسم المتبارين. المقابلة بدات، اللي كيدخل ما كيفوتش 3 ديال الدقائق وكيخرج محطم، حيت كيخبروه تما باللي مرفوض. دازت شي 3 ديال السوايع حتى بقيت غير انا بوحدي، ولحد الان الكل مرفوض. وتقول واش قبلو شي حد، شدتني الضحكة وقلت مع راسي ونوضي سيري في حالك، اش بقى كديري هنا؟ نط وتميت غادا في اتجاه الباب، وانا نسمع الموظف المسؤول كيعيط ليا باش ندخل وندوز حتى انا من غير انني نتراجع على قراري. ومشيت دخلت بكل برود، ما حاسه لا بخوف لا بحتى حاجه. مع الدخله كيبانوا ليا شي 10 ديال المسؤولين جالسين على طابل غوند. اطلب مني واحد منهم نجلس بصوت حاد، ما تحرك فيا والو، انا اصلا متاكده ما غيقبلونيش، علاش نمرض راسي ونتخلع؟ اول حاجه طلب مني لاكارت ناسيونال،
شدها وكيشوف وكيدقق في سميتي وسولني واش انتي هي فيدا العمري، وهز السيفي ديالي وبقى كيشوف فيه ما كاملاش 2 دقايق وقال لي مبروك عليك انتي مقبولة معانا. ما نقدرش نوصف لكم شعوري في ديك اللحظة، حسيت بحال لا تخوى عليا الما متلج. من هول الصدمة جاتني الضحكة، كنت حابسها غير بزز بحال لا ما مصدقاش وما مستوعباش هاد الشي. اجيت نوض نمشي في حالي وبدون سابق انذار، يحسب ليا الشركة ديال بغبة، دار فيا واحد منهم وانا نتكمش في بلاستي، وطلب مني الرقم ديالي وقال لي غيتصلوا بيا باش يخبروني امتى غنبدا. خرجت من تما وانا مرفوعه ما حستش براسي وما قادراش ننطق، ما عرفت كيفاش درت حتى لقيتني حدا دارنا كندق في الباب. حليت عليا ماما وغير شافتني عنقاتني وهي تقول ما تديريش في بالك يا بنتي دابا يحن الله. انا لساني تخرس ما قادراش نهضر، بقى ما مستوعباش. دخلتني للصالة وكان بابا ناعس على السداري وكيشوف فيا حتى هو، ما بقى ليه والو مسكين ويبكي. المنظر ديالو فيقني من صدمتي وقلت له بابا قبلوني في الخدمة والله تقبلوني. بابا حتى هو كيبكي وكيردد الحمد لله الحمد لله بنتي. ماما شهقت من الصدمة ومشيت لعندها وعنقتها وقلت ليها قبلوني يا ماما انا تقبلت، انا غدا نخدم في اكبر شركة في المغرب. قالت ماما كنت عارفة بنتي ربي كبير وما كيخيب حتى واحد. قلت ليها الحمد لله. بابا كيمسح في دموعه بايديه وهو يقول لي وفوقاش غتبداي؟ قلت لي مازال ما عرفت والو، اعطيت ليهم النمرة حتى يعيطوا ليا. وجلسنا مجموعين وضحكين الحمد لله بعد هاد المدة كلها قدرت نشوف الضحكة ديالهم. ان شاء الله غنعوضهم على كاع داكشي اللي فات وما نخليهم محتاجين حتى حاجة. تغدينا وجمعت الطابلة وغسلت الماعن ودخلت لبيتي نرتاح. نعست وشوية وهو يفيقني صوت التليفون، كانت صاحبتي هويان وبغاتني نمشي معاها باش تقدا شي حاجة. وافقت طبعا حيت أصلا أنا براسي خاصني نتقدا شحال من حاجة، ما عندي حتى شي لبسة مقادة، خاصني نغير طريقة اللبس ديالي. هاد الفرصة لا تعوض، جات حتى لعندي ما غنخلي حتى حاجة تحرمها عليا. فكرت نمشي عند بابا يعطيني باش نتقدى، ولكن في ساعة ضربت على هاد الفكرة، خليه مسكين غير فهمه، أنا غندبر على راسي، غدا نتسلف من عند مول الحانوت، أكيد ما غيخيبنيش حيت عارفني غنردهم ليه. تفكرت فاش كانت اختي صفاء كتسلف من عنده وكيجي عندي انا كنردهم ليه. اه اختي علاش درتي فيا هاد الشي، علاش غدرتيني وقتلتيني؟ ورجعت بيا ذاكرتي للايام اللي دوزناها بجوج، كانت شخصيه عنيده ومتمرده عكسي تماما، ديما كدير الزباين انانيه وكتبغي غير راسها. وخا انا وياها فوتوكوبي في الوجه، ولكن في الشخصيه فرق كبير بيناتنا. من نهار عقلت على راسي وحنا غارقين في مشاكلها، كانت خفيفه بزاف ما خلات حتى راجل ما تصاحبتش معاه، حتى من رجال صحاباتها كاع دارت بيهم، حتى لذاك النهار اللي هربت فيه مع سفيان. بابا جاتو جلطه في الدماغ من داك النهار وهو طايح في الأرض، وأنا تصدمت صدمة العمر، خصوصا زواجنا كان باقي ليه غير شهر. من داك النهار فقدت معنى الوجود
وهي تعيط ليا ماما ونشرب اتاي. مسحت دموعي ورسمت ابتسامة على وجهي وخرجت نجلس معاهم. مشيت جلست حداهم في الصالة وبانوا ليا بابا وماما مبدلين، ملامح وجههم مستبشرة خير، الشي اللي ريحني وزاد من العزيمة ديالي. خاصني نشد في هاد الخدمة بسناني وإيديا. شربنا أتاي وسالينا وخرجت دزت على مول الحانوت هو الأول. تسلفت من عنده 2000 درهم ومشيت عند صاحبتي اللي هي أصلا بنت جيراننا. لقيتها واقفة في الباب كتحلف عليا، وهي وهي مخوبشة قالت ليا وفينك حتى لدابا. أنا كنضحك وقلت ليها سمحي ليا والله ما لخاطري. قاطعتني وهي تقول اش غتقولي ديما انتي عندك الأعذار. جريتها من إيدها وقلت ليها ويالله زيدي قدامي، وطلقنا رجلينا. خشيت إيدي في دراحة وتمينا غادين بالزربة. قلت ليها شنو باغا تشري؟ قالت غير شي توب ديال الجلالب. وانتي؟ قلت ليها خاصني نشري شي لباسي يليق الخدمة. وقفت وبقات كتشوف فيا وقالت ما تقوليش ليا غدا تخدمي في البنكة، واخيرا قبلوك مبروك عليك. قلت ليها الله يبارك فيك ولكن ماشي في البنكة. سولتني على فين وقلت ليها غدا نخدم في شركة هولسيم. قالت واو شركة هولسيم مرة واحدة، يا المسخوطة كي درتي ليها. قلت والله اختي علمي علمك. وهي تقول واشنو غدا تخدمي تما بالسلامة؟ قلت المستشارة ديال المدير العام للفرع اللي غيحلوه جديد في شي مدينة. قالت يعني صافي ما غنبقاش نشوفك. قلت ليها مازال ما متأكداش واش غدا نخدم غير هنا ولا نسافر، ولكن غالبا ما غنبقاش هنا. جاوبتني بصوت مخنوق وقالت احشومة عليك لمن غدا تخليني. قلت ليها ايوا صاحبتي راكي عارفة الظروف ديالنا. وحطات ايدها على كتفي وقالت اه اختي الله يكون في العون، سير يا حبيبة الله ييسر ليك. قلت ليها امين يا ربي والله ييسر ليك حتى انتي في شي بوغوس. وكملنا طريقنا ووصلنا القصارية اللي بغات، وانا تقديت 3 ديال اللبيسات من الخدمة وخديت صندالة وصاك بالكشايف حيت الفلوس اللي تسلفت تسالاو ليا. فقت الصباح على صوت التليفون كيصوني، كانت نمرة غريبة وبلا ما نتردد جاوبت. كان باين فيا النعاس وصوتي ضعيف. قلت الو وي، ما جاوبني حتى شي واحد. وانا نقول الو شكون معايا؟ شوية وانا نسمع واحد النبرة مخيفة، الو مدموزيل فيدا العماري. انا تقديت في الجلسة وقلت وي سيدي هي انا. قال معاك المدير التنفيذي ديال شركة هولسيم. بديت كنقفقف وقلت وي مسيو مرحبا. قال عيطت ليك باش نخبرك توجدي راسك، من هنا لغدا خاصك تكوني في الفرع ديالنا جديد في مدينة مراكش. قلت لي شنو مراكش؟ قال اه لالا علاه ما عارفاش. قلت لي لا عارفة غير. وهو يقطعني قال المهم مع 3 د العشية تكوني تما، انا غنصيفط لك لادغاس في ميساج. قلت له ولكن. ما خلانيش نكمل الهضرة وقطع عليا. تفو اش كيحساب ليه راسو المتكبر الاخر، الله ينعلها سلعة، هذا هو اللي غدا نخدم معاه. لا 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 ما نقدرش، هذا غير اول لقاء وفي التليفون، اما فاش نكون حداه ما عرفت اش غيدير فيا. وكون غير هنا حدا دارنا غدا نمشي حتى لمراكش، ومن وجدة حتى لمراكش. لا 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 بزاف عليا والله لمشيتها، يلا نموت بالجوع ولا هاد الدل. وبقيت هكاك كنهضر مع راسي حتى دخلت عليا ماما بوجه بشوش وابتسامة عريضة. قالت فقت يا بنتي،
إيوا أجد فطري، إحنا كنتسناوك. قلت ليها واخا ماما هنا جاية، ومشات وسدات الباب. وانا يتنادم معايا الحال، كيفاش نقدر نسمح في هذا الخدمة ونخيب امال والديا؟ كيفاش نقدر ندمرهم وهما كيترجاو فيا خير؟ اوف، غنضطر نتحمل كل شيء غير باش نشوف الضحكة في وجوههم. صافي، وفي ساعة تراجعت على قرار وقررت انني نضحي براسي ونشد الطريق بالليل لمراكش. نط وتوضيت وصليت وطلبت الله يسخر ليا في هذه الخدمة ويبعد عليا ولاد الحرام، خصوصا انني ما موالفاش نسافر ونبعد على دارنا. كنت خايفة بزاف وقلبي مقبوط عليا، ما عمري مشيت لمراكش واخا غير زيارة خفيفة حدي الدار بيضة. وبعد ما صليت وخويت همومي على الله سبحانه، حسيت بواحد الراحة عجيبة، وزدت اقتنعت فاش خرجت نفطر وشفت بابا حبيبي كيضحك وفرحان بيا. جلست وفطرت معاهم وخبرتهم باللي هاد الليلة غدا نسافر لمراكش، واخا ما عجبهمش الحال ولكن تقبلوها مضطرين، ووعدتهم انني غدا نجي نزورهم فوق ما اتاحت ليا الفرصة. اعطاني بابا شي فلوس مع انني ما كنتش باغا نشدهم، احلف عليا. ومشيت مره اخرى تقديت داكشي اللي كان خاصني، شي بيجامات وزدت كسوه وساك وصنادل، شريت شي ماكياج وبارفان وشي تخربيق، ودزت على هيام صاحبتي ووصيتها على والديا وودعتها على امل لقاء قريب، ودزت عند مول الحانوت حتى هو ووصيته على دارنا ووعدته غنرد ليه فلوسه في أقرب وقت. ورجعت للدار صليت صلاتي وتعشيت وودعت دارنا وأنا حابسة دموعي، خصوصا كانوا بابا وماما منهارين كيبكي وكيشهقوا، ما بغاوش يطلقوا مني بحال ليلة عمرني غدا رجع مساكن. أنا عادرهم وحاسة بيهم، من نهار خبرات اختي ما بقى عندهم حد من غيري، وحاولت ما امكن نطمنهم ونخفف عليهم، وانا ربي اللي عالم بيا ما طلقوه مني حتى كان غيفوت عليا الطران. مشيت كنجري، شديت تاكسي ووصلني باقصى سرعه، وصلت في اخر لحظه كان تران غيمشي عليا. اختاريت واحد الشومبر عامره بالعيالات وولادهم، كان صداع بزاف وانا حابسه الدموع وما فيا ما يسمع ديك مالكي اش عندك. وصلت 12 الليل وطفى الضو وكل شي نعس، وانا طلقت العينان لدموعي والنعاس حلف لاجا. قاع الافكار السوداء كتدور في بالي، حاسه براسي غادا لجهنم برجليا. احتال ديك 6 الصباح عاد غفيت شويه وفقت على صوت الدراري الصغار كيبكيو، فقت مخلوعه. سولت واحد المراه وقالت لي وصلنا لمراكش، هزيت حوايجي ونزلت، ولحسن الحظ كانوا الطاكسيات واقفين حدا الباب. ركبت وقلت ليه يديني لشي اوتيل على قد الحال باش نرتاح شويه، حيت كانت 9 الصباح يعني عندي الوقت على ما توصل 3 العشية ونمشي للشركة. طريق كلها وأنا متكية براسي على زجاج النافذة، كانت أمل وكنتفرج في الشوارع والناس، كانت الدنيا عامرة كل شي ناشط كل شي كيبان فرحان، إلا أنا قلبي مقبوط عليا ما عرفتش علاش. وصلت وخلصت مول الطاكسي ومشيت للاستقبالات وشديت شومبر صغيرة ما فيهاش لا بالكو لا تلفازة، ما كنتش مهتمة ديك الساعة باغا غير نعس. وبدلت حوايجي توضيت وصليت غبزز، عينيا كيتغمضوا بالنعاس وحاسة براسي مدقدقة. تلاحيت على الناموسية ومشيت كوما، ما فيقني غير صوت التليفون. فقت مدهشرة وجاوبت بلا ما نفكر، قلت الو، جاوبني بالغوات
مادموزيل، واش كنلعبو هنا؟ ضربتني الفيقة وشدتني الخلعة من راسي لرجلي. كان هو المدير، شفت في الساعة ولقيتها الربعة. صافي، عرفت راسي قفرتها. من قوة الصدمة ما جاوبتوش، لساني تعقد. قال إلا كنتي ما قداش على الخدمة كان عليك تعلمينا من الأول، ما مسالينش حنا اللعب الدراري الصغار. قلت له اسمح لي يا مسيو، والله غالعيها. قاطعني بصوت حاد وقال ما عندي ما ندير بهاد الأعذار، ما تعوديش ليا قصة حياتك. شوفي عندك نص ساعة تكوني هنا. يلا بغيت نجاوبه وهو يقطع عليا. اقطع وخلاني مصدومة. ايش يحساب ليه راسو هذا؟ كيفاش تجرأ يخاطبني بهذه الطريقة؟ تفو والله تندم الحمار عديم الإحساس. نطمن بلاستي وأنا ساخت على الوضعية، وجبت الباليزة وهزيت أول حاجة طاحت في إيدي. بديت نلبس باش نمشي نقابل هاد المتعجرف، واخا ما حاملاش نشوف كمارته. هذا غير من صوته كيخلع، يعلم الله وجهه كيفاش داير. لبست وتميت غادة، واخا كنت كنموت بالجوع ولكن ما قدرتش ناكل. مشيت كنجري، شديت تاكسي ووصلت للشركة اللي كانت عبارة عن عمارة طويلة وعريضة لا تقل ضخامة على اللي شفتها في مدينتي. غير هو هادي كانت كتصفر، ما كانش اللي كيدور من تما من غير الحساس. هاد شي كيخلع. ناري عندك تكون شي عصابة هادي؟ وقفت بعيد على الباب متردة، وشافني العساس وهو يعيط لي. ومشيت لعنده وقلت ليه عندي ميعاد مع المدير التنفيذي ووراني بلاصتو. وطلعت في المصعد، وطبعا قلبي بغى يسكت من قوة ما كيضرب لي في ودني. واخيرا وصلت للبيرو ديالي، وقفت شحال حدا الباب وانا كنفكر. واحد الراس كيقول لي هربي راه باقي عندك الوقت، سيري لداركم. ولكن بمجرد ما تفكرت والديا اللي باينين عليا امال واحلام، اطردت فكره الهروب وقررت ندخل والليل هاليها. خديت نفس عميق ودقيت في الباب. بعد ما بقيت مده كنتسنى الجواب ديالو بدون جدوى، حليت الباب والوهله الاولى بانت الغرفه خاويه وما كاين حد. دورت عينيا كنستكشف، فإذا بي كنتفاجأ براجل طويل وعريض واقف حدا النافذة وعاطيني بالظهر. وقفت شحال في بلاستي كنتسناه يدور، حتى عييت ودوخاتني ريحة الكارو. وعاد هدرت، قلت بونسوار، وهو بلا ما يدور عندي وبنبرة قاسية قال لي تفضلي. صوته القاسي خلعني وتغلغل لي في أعماقي. حسيت برجلي فشلاني ومشيت جلست على كرسي حدا البيرو. كنت في قمة التوتر ديالي، ايديا كيرتعشوا وقلبي كيضرب. كنت سنة غاف وقاش يهضر هاد المرض ويهنينا. ابقينا في هاديك الحالة شي 15 دقيقة، وهو محبش من الكارو كيكمي بشراهة واحد من ورا الاخر، حتى كان صبري قرب يتسالى. وجيت نوض نمشي في حالي وهو يقرب لعندي. اجلس على الكرسي مقابل معايا وشاف فيا بلا ما يبتسم، نظرات غريبة وما كتفسرش. حتى انا ما نزلتش عيني، كنشوف فيه بكل وقاحة. كان شاب في العقد الثالث من عمر، ملامحه كحلين وقاسين، وزاد كملها مغوبش وعقد حجبانه. كان وجهه مألوف، أنا متأكدة فايت ليا شفته، ولكن فين ما نعرف. بقيت شحال وأنا كندقق فيه وفي ملامح، كنحاول ما أمكن نتذكر فين شفته، وهو ما زولش عينه عليا. كانت نظراته كلها حقد وكره وشهوة، ركبني الخوف، وكاع داكشي اللي كنتفرج فيه في الأفلام طاح ليا في بالي. الحاجة الوحيدة اللي فكرت فيها هي نفد بجلدي، وبدون تردد نط ومشيت جهة الباب بغى نهرب، وهو يسبقني
وقف متكي على الباب وجا مقابل معايا كيشوف فيا بتحدي وكيضحك بخبت. قال لي ماشي بهاد السهولة غدا تهربي. حليت فمي بالمعقول وزاد الخوف ديالي، خصوصا كان طويل بزاف وعريض الكتاف، ومع انا قصيرة وضعيفة ما نقولش لكم المنظر كيف داير. قلت له شنو بغيتي مني؟ صافي عافاك سيدي، ما بقيتش بغيت نخدم، خليني غير نمشي في حالي. شدني من فكي بقسوة وقال ما عندك فين تمشي. حاولت نتنطر منه وقلت له عافاك خليني نمشي. ما جيت فين كمل الهضرة ديالي حتى دفعني بكل قوته وجابني في الأرض طايحة على ظهري. وفي هذا اللحظة كاع الأفكار السوداء طاحوا ليا في راسي. أشنو بغى مني هذا؟ ياك ما تكون عصابة ديال الدعارة ولا بيع الأعضاء. لا ما يمكنش تكون شركة هادي، بغيت نغوت على الله يسمعني شي حد ويجي ينقذني منه. ولكن تفكرت باللي ما كاين حتى شي واحد، وهنا انا انهرت وتحطمت وبديت كنبكي ونشهق وكنطلب ونزاوغ. قلت له عافاك خليني نمشي، عافاك ما تأذينيش، احرام عليك اشنو درت ليك؟ ما حسيت الا وهو شادني من شعري ووقفني باش نتواجه معاه وهو كيردد سكتينا يا هاد المسخة من دموع التماسيح، غديري اللي قلت لي بغيتي ولا كرهتي. انا ما كنتش في هاد العالم من الالم والصدمة، وبدات الارض كتدور بيا وكل شي كيبان لي كحل. ما بقيتش عقلت على راسي وطحت غيبت عن الوعي. فقت لقيت راسي في واحد الغرفة واسعة واتاتها فاخر من الديكور ديالها باينة غدا تكون غرفة في فندق. حليت عينيا بصعوبة ما قادراش نحركهم وحاسة بتقول في راسي شوية، وتذكرت شنو طرا، وتذكرت الكابوس، وتذكرت الوحش اللي كان كيضربني، وتفكرت كلماته الجارحة. غوت بأعلى ما في صوتي وهو يدخل عندي بنظراته المخيفة. أنا غير شفته اسكت وقطعت النفس، كنت مرعوبة منه، كنشوف فيه وكنترجاه بعيني. لعل وعسى يرحمني. ساعة معاه من كنهضر، قرب لعندي ببطء وشدني من شعري وقال ما زال زايدة فيها المسخة. صوتي كيرجف وقلت له شكون انت واشنو باغي مني؟ اطلق ضحكة شريرة وقال ما عارفاش شكون. كنبوسلو في ايدو كنقول له عافاك عافاك الا ما خليني نمشي، والله ما نقولها لشي حد غير خليني نمشي وما تعاودش تشوف وجهي. نزل عليا بجوج تصرفيقات خلاوني نجمد في بلاصتي، عرفت انني ما عنديش الامل معاه. هذا محال واش بشر ما عندوش الاحساس. صافي يا فيطة هادي هي نهايتك، هذا هو مصيرك. وشردت بأفكاري حتى كنسمعو كيهضر. قال هاكا نبغيك تهدني وبارك ما تبرهيش، ومشى خرج وسد الباب وخلاني في واحد الحالة يرتالها مصدومة ومفجوعة وما كان حرك حتى شي ساكن. وبقيت متكية وكنتأمل في السقف، ما قادراش نستوعب هاد الشي اللي طرا. حاسة براسي في شي كابوس وكنحاول نتذكر فين شفت وجهه، ولكن عقلي كان مبلوكي، ما عقلتش على راسي حتى نعست وما عرفتش شحال داز ديال الوقت. وهو يفيقني صوت شي حد كيحل الباب بعنف. نت مخلوعة من بلاستي وجلست وضميت رجلي لعندي، هزيت عيني نشوف شكون وقلبي غيسكت بالخلعة. وشكون من غيره؟ هذاك الوحش كان جايب ليا من ناكل وهز شي وراق في ايديه، قال ليا بصوت جاف نوضي تاكلي، وحط ليا الطبسيل على الطاولة بلا ما يشوف فيا، ومشى وقف حدا النافذة وعطاني بالظهر وبدا كيكمي. انا متبعاه بعينيا، الاول مرة كنلاحظ شي حاجة غريبة في المشية ديالو بحال لا كيعرج شوية،
سهيت فيه كنفكر وما تحركتش من بلاصتي، ما بقاش فيا الجوع، ما قادرش ناكل. اكتفيت انني نشوف فيه بغضب. كان لابس شورت قصير، تريكو فيه الجري، الشي اللي بين عضلاته وبنيته القوية. وفاتت واحد 10 دقائق وهو ينطق، وبنبرة تهديد قال: قلت لك نوضي تاكلي وإلا قفزت من بلاصتي. ومشيت جلست على كرسي حدا الطبلة وهزيت الفرشات وبديت كنلعب في التبصيل. هو مازال باقي في بلاصتو وهو يقول: كيحساب لك غتهربي مني طول حياتك. انا ما فهمت والو، قلت له اشنو؟ قال: شوفي هاد الطماطم ديالك ما بقاش كياكل معايا، ما غتقدريش تلعبي عليا مره اخرى. هذا راه خليل اللي كيهضر معاك. بالعمى واش فهمت شي لعبه؟ الحاجه الوحيده اللي شديتها هي اسمه خليل. قال لي: رديتيني حمار وما كنسواش. نط وقفت ودفعت الكرسي بعصبيه وقلت له: اش كتخربق انت؟ اش بيني وبينك سيدي؟ وهو يقول: باقا كتمثلي عليا. قلت له: والله ما عارفه علاش كتهضر. غوت وقال: ما عارفاش علاش كنهضر. وطفى الكارو اللي كان في ايده وجا قرب لعندي كيشوف فيا بكره وحقد. ارفع الشورت وعرى على فخده، كان فيه اثر جرح عميق، غير شفتو جمد ليا الدم في عروقي. فجأة رجعت لي الذاكرة، تفكرت فين شفتو وشداتني الخلعة. سولتو بلا وعي وانا كنشوف في عينيه. قلت: دابا شنو المطلوب مني؟ دار واحد الابتسامة ساخرة وقال: ها انتي بديتي كتفهم، اجي نجلسو بعدا. رجعت وجلست في بلاصتي. هو هز كرسي وجا مقابل معايا وهو يقول: غتخدمي معايا لمدة 2 بلا خلاص، حتى تعوضي ليا على ما فات. صدمت، قلت له: كيفاش؟ قال: ما تخافيش، بالنسبة للسكن والماكلة على حساب الشركة، غير تهني. وحط الوراق اللي كان شادهم على الطبلة ومد ليا قلم. تجاهلته وجمعت ايديا وهو يقول: دابا واش غتسنيه على هذا العقد؟ والا جاوبته بتحدي: والا اشنو؟ قال: هنا ندبحك وما كاينش اللي يجيب خبارك. قلت له: عافاك خليني نمشي، بابا عيان. قاطعني وقال: الا كتفكري في باباك بالصح اسني على هذا العقد، احسن ما تموتي مذبوحه. كنشوف احلامي وطموحاتي كتبخر وكتنهار قدام عيني وانا ما قادراش نتحرك. تفكرت والديا اللي كيتسناوني نصيفط ليهم، وتفكرت الكريديات اللي عليا. الله يا ربي، هذا الشي بزاف. لا ما نقدرش، اكيد كاين شي حل. قلت له بصوت مخنوق: ما يمكنش تكون كتهضر بالصح، ما يمكنش تكون كتهضر بالصح. وهو يقول: ونزيدك الخدمة ديالك ما غتقتصرش على الشركة. طلع لي الدم وزدت كرهته، تفو على بنادم. قلت له: بزاف عليك عديم الأصل، غير هاديك اللي ما تحلمش بيها. بدا كيطلع وينزل فيا بعيني وباحتقار وقال: انشبالك بعيد. انا اصلا ما نرضاش نحط ايدي على مسخه بحالك. ما حسيت الا وانا كنصرفكم، ما عرفت منين جاتني ديك الجراه. صدم لواحد اللحظه، ابقى غير ساكت قبل ما ينفجر، وبدا كيضربني بطريقه وحشيه، كيلصقني مع الحيط وكيدفل عليا، وهو كيسب ويقذف فيا بعبارات مهينه وقاسيه. ما كانش هامني الالم ديال الضربات ديالو بقدر ما كنت مجروحه من كلماته. حسسني بانني رخيصه وما كنسوى والو، بحالي بحال بنات الزنقه. وبقى هكا كيضرب ويعاير بحال ليلى قتلت ليه شي روح،
ما طلق مني حتى طحت في الأرض، والقوة ديالي خارت. ومشى جاب لي دوك الوراق ومد لي القلم، قال لي بكل برود وقعي. وقعت بلا ما نقرا، وانا ما واعياش اش كندير، باغا غير نتهنى. خرج وخلاني في الارض غارقه في دمعياتي، وحالتي تشفي العديان. بغيت غير نوض نتكا فوق الناموسيه، ما قديتش. حواسي تشلو وحتى الدموع نشفو، ما بقيتش في هاد العالم. اترفعت وغرقت في همومي حتى داني النعاس في بلاصتي. حليت عيني على ضوء أشعة الشمس المتسللة، حليت عيني على ضوء أشعة الشمس، لقيت راسي طايحة في الأرض وكنرجف بالبرد. نط وقفت بصعوبة، كنحس بعظامي مدقدقين وقلبي منفوخ بالهم. دخلت للطواليت وشفت في المراية، تخلعت من المنظر ديال وجهي كله زراق من آثار ضرباته. حيدت حوايجي ولقيت جسمي حتى هو كله كدمات. وقفت تحت الرشاشة الماء وطلقت المصفوم، وأطلقت معاه العينان لدموعي. بقيت نبكي ونبكي، بقيت شي ساعة ولا أكثر تحت الماء ودموعي ما حبسوش، حتى حسيت أنني خويت قلبي شوية. وتوضيت وخرجت نصلي، ساليت كاع الصلاة اللي عليا، وبقيت كندعي الله ونبكي بصمت. اتحل الباب ووقفت، ولقيته كيشوف فيا بنظراته الساخرة. بقى ليك غير الصلاة. ما جاوبتوش وما شفتش فيها أصلا، ما كنتش حاملة نشوف كمارته. ومشيت بهدوء واتكيت على الناموسية وهو يقول هذا النهار عندك عطلة ارتاحي، ولكن انطلاقا من غدا غتفيقي بكري مع السبعة نلقاك واجدة لتحت، انفطروا نمشيو للخدمة. عصبني بكلامه وتهديده ليا. نطت وقفت ومشيت عنده وهزيت عيني فيه وقلت له عندك حساب ليك الدنيا سايبة، الحمد لله راه عندنا المخزن في البلاد، انا من غدا غنمشي نديكلاري بيك. قاطعني وهو كيضحك. غديريها داكشي اللي بغيتنيت. وسكت مدة قبل ما يكمل وقال ما تنسيش انك وقعتي معايا عقد عمل لمدة سنتين، الى ما احترمتيش الشروط غدفعي ليا تعويضات بقيمة 50 مليون. وتفكرت الورقة اللي سنيتها البارح وتصدمت. غوت وقلت له شنا هو؟ قال علاه ما قريتيش العقد والشروط اللي فيه؟ وطلق ضحكة شريرة ومشى خرج. الله على صدمة، فعلا الدنيا صغيرة وحتى حاجة ما كتبقى مخفية طول الحياة. دارت بيا الأرض وما بقيتش قادرة نوقف على رجليا. جلست في طرف الناموسية وأنا منهار على الأخر. شوية وشعلات فيا النار، ضربت بإيدي في الحيط. كل شي منك الحقيرة، كان كرهك أنتي سبابي، كل شي بسبابك. ضيعتي لي حياتي ودمرتيني وحطمتيني، عمري نسمح ليك. الله ياخد فيك الحق. وبقيت كنبكي، بكيت حتى طابو عيني وراسي كان غينفجر بالحريق. دخلت للدوش وغسلت وجهي ورجعت اتكيت في بلاصتي. مزيج من الاحاسيس البشعه سيطرت عليا، وحسيت بالخوف والالم والياس والضعف والهوان وبالوحده حتى هي. كحاله الدنيا في عيني، ودار في بالي الفيلم تاع الاحداث البشعه اللي عشتها في الماضي بسبب اختي التوأم، اللي كان من المفروض تكون أقرب الناس ليا وأكثرهم حنان، ولكن هي بالعكس كانت ديما كتسبب ليا في المشاكل. فاتت دابا عامين وأنا مازال كنعاني وكنقاسي، وكل ما قلت صافي غنبدا حياة جديدة، وكل ما فرحت وبان ليا أمل جديد كترجع تعكس معايا. أصلا أنا حياتي سالات عامين هادي،
من ذاك النهار اللي غدراتني اختي وهربات مع سفيان، وانا عايشه جسد بلا روح. هذاك النهار عمرو يتنسى ليا، باقي الان مرسخ في ذاكرتي. غدا نعود لكم على قبل عامين. هادي فقت من النعاس على صوت ماما كتغوت ودابز مع اختي، نط مخلوعه ومشيت نشوف مالهم. لقيت صفاء هازه باليزها وباغا تخرج من الدار، وماما كتحاول تمنحها بلا فائده. عيات معاها بالرغيب وبالغوات ووالو، وفي الاخر دفعت ماما وطيحتها في الارض ومشات بلا مبالاه. انا ما فهمت والو وما عرفتش فين كانت غادة. نزلت عند ماما باغا نوضها من الارض، وهي تعنقني وبدات كتواسيني. قالت لي يا الله يا بنيتي ما عندك زهر، غصبري يا بنتي هذا هو مكتب. انا معنقه ماما بالجهد وساكته، ما قادراش نهضر من الصدمه، وما بغيتش نسولها باش ما نزيدش عليها. بقيت معنقه شحال وانا كنمسح ليها على ظهرها وكنحاول نصبرها. حتى تكلمات شويه وعاونتها ناضت ووقفات، وعطيتها مسكن وخليتها ناعسة فوق السداري كتبكي. رجعت لبيتي نتكا حتى انا، حيت كان باقي الحال 7 الصباح. عييت نتقلب يمينا وشمالا بدون جدوى، حتى وصلني ميساج في تليفوني من اختي الحبيبه. فيدها سمحي لي بزاف، ولكن انا وسفيان كنبغيو بعضياتنا من هادي شحال، وهو ما قدرش يواجهك حيت اشفق عليك. في الوقت اللي غدا تقراي هاد البريه غنكون انا مع حبيبي، مشينا بعيد وعافاكي بلا ما تحاولي تقلبي علينا ولا تلحقي بينا. خلي عندك شويه الكرامه، سفيان ما كيبغيكش، اختك توأم روحك صفا. صدمت وترفعت، رميت داك التليفون وطلقت صرخه قويه تردد صداها في أرجاء المكان، وغبت عن الوعي. ما غنفيق إلا وأنا في السبيطار. حليت عيني على وجه ماما الحبيبة كتشوف فيا بحسرة وشفقة. أول ما شفتها تفكرت مصيبتي وحسيت براسي مديومة،